أشياء متحركة أو walking objects، مفهوم جديد للمصمم اللبناني سامر الأمين لإعادة هندسة أشياء قديمة بطريقة تتناسب مع نمط الحياة العصرية. هذه الطريقة تعتمد المحافظة على هوية هذه الأشياء، لكن تعدل بالتفاصيل وأيضا بنوعية المواد المستعملة. عن هذه التجربة نتابع التقرير التالي للزميل توني نداف. الفكرة اجت من فترة، يعني أنا كل ما بكون عم بطلع على أوبجيكت على غرض بدي أشتري شيء على طول بلش بشقلبه، على طول بشوفه بغير ماتيريال، بغير المواد اللي فيه، بغير بعدل شوي فيه. هيدي الكرسي موجودة بكتير محلات، بكتير قهوة، بكتير مطاعم، حبيت أرجع شقلبها شوي، غيرها، رجع لها روح جديدة، بمادة مواد جديدة وقماش جديد وشكل جديد. الفكرة من خلال ووكينج اوبجيكتس هي اشياء متحركة، هي الشغلة بتتحرك يعني بتتجدد بتتغير، فاخذنا بناخذ الاشياء القديمة وبنرجع بنعدلها باسلوب جديد بنمط جديد بروح جديدة لتتناسب اكثر مع كثير اشياء جديدة بحياتنا عم تصير. لو وصلت لهالنتيجة بالكرسي انعمل كذا نموذج لو وصلنا له، بلشنا بأول نموذج طلع كثير ثقيل، بلشنا نخفف من وزن الستينلس قد ما ممكن، بعدين عملنا موديلين الفلات اللي هو جالس بس كله ستينلس، وعملنا رجعنا قعدنا طريقة تبخيش الكرسي الخيزران، عمل ليزر كات كله وحدة وحدة لناخذ نفس الشكل بالضبط تبع القش. حبيت عدد لها استعمالي للكرسي، فقررت اعملها بقماش مختلفة، عملنا الجلد اللي بيناسب مبدئيا غرف الطعام، الحرير اللي بألوان قوية اللي فيه لون كرسي وحدة بتلون الأوضة كلها، وعملنا بقماش بتناسب مكاتب ورجال أعمال حتى، وغير عن الستينلس ستيل اللي فيه نحط بالداخل وبالخارج. Object number one من walking objects كان كرسي الخيزران، walking objects مكفية، و object number one الكرسي الخيزران بعد مكفي بأشكال متعددة بعد باختبارات متعددة. Object number two صار تقريبا حاضر، قريبا جدا بتشوفوه. وسيشارك المصمم سامر الأمين في معارض دولية وعربية للتصاميم الهندسية الداخلية أبرز في دبي وأيضا في إيطاليا، وذلك للترويج للمفهوم الهندسي الجديد لكرسي الخيزران.